نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل انستغرام حساب خاص. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، ثم نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على انستغرام خاص بكم، ثم نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم نقوم بايقاف هذا تشغيل واي فاي خاص بكم، بعد ذلك نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.